وللحديث حول القمة العربية الإسلامية بشكل أكثر عمقا معنا عبر الهاتف من الرياض السيد سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات. سيد سعد، بعد التحية، كيف تابعت البيان الختامي وكيف نقيمه في ظل المعطيات الحالية؟ أهلا وسهلا. نعم، حقيقة كانت قمة بمعنى القمة قمة عربية إسلامية تتماشى مع عظامة الحدث في غزة، تضامن ليس له مثيل، نجاح باهر. استطاعت القمة أن تخرج معاناة الشعب الفلسطيني في غزة إلى العالم. لاحظنا اليوم أن هناك مظاهرات في جميع أنحاء العالم. نعم، التأييد الخارجي لإسرائيل بدأ يتظاهر ويأخذ الوضع المعارض في الدول الغربية التي على رأسها الولايات المتحدة تدعمها في حربها في غزة. نعم، القمة العربية الإسلامية استطاعت أن تقدم الشيء الكثير سياسيا للقضية الفلسطينية، وأعتقد أن البيان الختامي يعني أوضح من ضمن الأمور التي أوضحها الجنائية الدولية وتسجيل الأعمال التي وقعت كجرائم حرب، وهذا بحد ذاته إدانة كبيرة لإسرائيل فيما تعمله في المدنيين في غزة. هناك تكاتف عربي إسلامي قام بهذا الدور، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والأردن وتركيا وكثير من الدول، ولكن هذه الدول هي التي أبرزت القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني طوال 32 يوما وأكثر في غزة. نعم، هناك مذابح، هناك حدث كبير ليس على حجم الحدث في 7 أكتوبر، لأنه في 7 أكتوبر إسرائيل هجمت من عدة أشخاص، لكن إسرائيل الآن تهاجم غزة بأكملها، مدنيينها، أطفالها، نسائها، شيوخها، منعت دخول الغذاء، منعت دخول الوقود، يعني منعت دخول التموين الطبي، منعت أشياء كثيرة. ما تعمل إسرائيل الآن هي ضد الإنسانية بأكملها وليس ضد الشعب الفلسطيني. يعني رأينا كيف خرجت الشعوب في العالم، وأعتقد أن القمة العربية الإسلامية لما تجتمع هذه الدول العربية والإسلامية في مكان واحد لقضية فلسطين، هذا مجرد اجتماعهم هو لفت نظر العالم، فما بالك بالقرارات التي أصدرها واتخذها المؤتمر. نعم، الآن ماذا بقي أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بعد قمة القاهرة للسلام واليوم القمة العربية الإسلامية في الرياض؟ ماذا بقي أمام هذه المنظمات للاطلاع بدورها الإنساني والأمني والسياسي أيضا؟ يعني أمامنا الكثير الكثير، والسلطة الفلسطينية يقع على عاتقها، وأنصار القضية الفلسطينية يقع على عاتقها قضايا سياسية كبرى، منها وأبسطها وأهونها قطع العلاقات الدبلوماسية بمثل ما فعلت بوليفيا. يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي بحد ذاته كارثة على إسرائيل. يعني أتمنى من الدول التي تستطيع أن تقطع علاقاتها دبلوماسيا أن تفعل، وخاصة في الجانب الأفريقي. يعني هناك دول قاتلت إسرائيل حتى تحصل على علاقات دبلوماسية معها. هناك الكثير نعمله، يعني إذا تكاتفنا جميعا سياسيين ودبلوماسيين وصحفيين وناشطين اجتماعيين وخاصة في الدول الغربية، نستطيع أن نقنع العالم بعدالة القضية الفلسطينية والكوارث التي يتحملها الشعب الفلسطيني خاصة هذه الأيام. نعم، من الرياض كنت معنا السيد سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات، شكرا جزيلا لك.